دي بيتنا نحلة، مش دي نحلة يا واد يا عم؟ ايوه نحلة. تحب اخليها تقول صوتك يا عم؟ ماشي مش مشكلة. طب تعالى حط ايدك خليها تاكلك. هات ايدك يا بابا، هات. طب هو لا خلاص خلاص، دي نحلة حقيقية على فكرة، حقيقية. اظن محدش بيجيب لكم حشرات قد اهو عشان تفتكروني. بركوا على الحاجات كلها، بصوا بتعمل ازاي راسها. لكن نفسي بصراحة اجيب لكم الحاجة اوضح، بس التليفون على قد حاله كده. الكاميرا النحلة على الستور. النحلة على الستور. اهو شفتوا جناحها؟ اتفرجوا بقى، استمتعوا، انجوي. في بيتنا نحلة، يا ترى مين؟ بص بص جناحها يا عمرو، بص جماله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مش هرسمك بقى، احنا اجازة. والله انا ما عايزة اصور ولا عايزة ارسم ولا عايزة اعمل اي حاجة. لو سمحت يا نحلة انا عايزة كيلو العسل، يعني ادينا كيلو عسل لو سمحت يا نحلة. بصوا جناحها، شايفين؟ شوف الجمال، شوف الشياكة، شوف الأنق، سبحان الله العظيم. مش كده؟ تعض احمد، هات احمد عشان تعض رجلي. ما شاء الله، نعم الطاعة. احمد جري اول ما عرف انها نحلة، لما كانت دبانة كان قرفان، بس اول ما عرف انها نحلة جري. مش عارفة النحلة دي هتعمل فينا ايه. انا عايزة كيلو عسل بعد اذنك، كيلو عسل. تعالى تعض يا احمد، هات ايدك يا بابا، عضة بسيطة مش هيجرى حاجة، خليك شجاع. دي النحلة. والله لا والله نحلة اهي. بص بص بص، ايه يحصل لو ضربتها؟ لا لا حرام حرام، قتل النحل وحرام قتل النمل. لا 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 تعضني يا احمد، خليك جدع خليك جدع احمد.